241 بند بين هبات وقبول ترشيحات سفراء وسفر إلى حضور مؤتمرات من أصل 379 بند. 241 بنداً أقرت في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس في نصف ساعة. من أصل 379 بنداً كانت على جدول الأعمال. أحد البنود الذي سقط سهواً أو عمداً هو البند رقم 113. ولمن لا يهوى الأرقام، البند هذا هو عبارة عن خيمة منصوبة في ساحة الشهداء، خيمة المتطوعين في الدفاع المدني الذين انتظروا أكثر من سنتين لإقرار مرسوم تثبيتهم. رفعت الجلسة وسقط البند 113. ربما بدأ هؤلاء بالإدراك أن الانتظار والغناء والسباحة والإشادة والتهديد بالذهاب إلى سوريا لن يجدي نفعا. كيف لا؟ وهم يعرفون أن القيمين على البند يدركون جيدا أن من اكتوت أصابعهم بأعمال الإغاثة والعمل الإنساني لا يتقنون فن النفاق. الرقم التقريبي للمتطوعين في الدفاع المدني يبلغ 2400 عنصر، يطالبون بالتثبيت للحصول على مرتب يقدر ب 850 دولارا شهريا. بحسبة بسيطة تصبح التكلفة السنوية على خزانة الدولة 25 مليون دولار، رقم خيالي خصوصا إذا ما قورنا بالقيمة الإجمالية التي يحصل عليها النواب السابقون أو عائلات من توفي منهم منذ عام 92. طبعا لا حاجة هنا أن نسأل ما الفرق بين نواب فارقوا الحياة ونواب أحياء فارقوا التشريع. الملايين المتبقية يمكن الاستحصال عليها بدلا من المساعدات الاجتماعية التي خصصها الرئيس نبيه بري عام 92 والتي بلغت 1800 دولار للنواب المحتاجين. نحن بنعرف أنه في كتير نواب سابقين لا يحتاجون إلى هذا المبلغ، وفي كتير نواب يمكن يحتاجوا، فممكن إعادة النظر بهذا القانون اللي صدر بالسبعينات وقت كان في اقتصاد لبناني مزدهر وكانت الخزينة الدولة مش بتعاني من عجز مثل ما هي هلأ، كان في فائض وبالتالي كان ممكن يندفع هذه المخصصات والتعويضات. هلأ نحن بوضع صعب، وبالتالي أنا وكتير من اللبنانيين بشوفوا أن تثبيت 2400 متعاقد في الدفاع المدني له أولوية على أعطاء نواب سابقين وعائلات مخصصات وتعويضات. على أن المفارقة الكبرى تبقى في قدرة الحكومة على هدر 90 مليون دولار في صفقة ترحيل النفايات بذريعة ضيق الوقت، والتنصل من تثبيت متطوعين بذريعة النقاش. أنا لهؤلاء أن يدركوا أين يقعون في سلم أولويات النواب والوزراء بدلا من الغناء لهم. آدم شمس الدين، قناة الجديد. الأطفائية بطيئة تمشي على تشريعها، وعم تكبر الحريقة نار نار.